بسم الله الرحمن الرحيم، اهلا بكل مشاهدينا متابعينا وحلقه جديده من اسال مع دعاء. واحنا بنحتفي ونحتفل بمولد النبي عليه افضل الصلاه والسلام، وكل يعني مصر النهارده اجازه، قلنا لازم نصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام بطريقه محببه الى قلب يعني جميع المصريين، وهي طريقه الابتهالات والانشاد. الحقيقه احنا عندنا في قرى مصر يعني مواهب وعظيمة ومتميزة وكبيرة، كنا زمان نقول مدفونة، دلوقتي خلاص ما بقاش في كلمة مدفونة دي، لأنه حتى لو في أبعد الأماكن مواقع التواصل الاجتماعي قربت خلاص الناس في بعضها، وبقينا وإحنا قاعدين في أي حتة نقدر نطلع ونشوف أي موهبة، أي حد موهوب يقدر يفرض نفسه ويوصل للتلفزيون وهو قاعد حاطط رجله على رجله، لا التلفزيون هم كمان اللي هيكلموه يقولوا تعالى تعالى، انت فين، انت بلدك فين، انت طالع منين. هو بيبقى طالع من اوضته او طالع من الحته اللي هو قاعد فيها وينشد ويغني ويحصد ملايين المشاهدات. الحقيقه ضيوفي الجمال اللي موجودين النهارده معرفش وصلوا لي ازاي، المهم يعني وصلوا لي وبعتوا لي، وعجبني قوي طموحهم وان هم عندهم اصرار من وهم صغيرين، من 9 سنين وهم بينشدوا وبيبتهلوا، وصوتهم اكتشفه مدرس العربي، شوفوا بقى مدرس اللغه العربيه وشهرهم عندهم في القريه، وبعد كده زي ما قلت لكم بداوا يحصدوا ملايين المشاهدات فانطلقوا بقى ومنورينا النهارده. والحقيقه عجبني قوي اسمهم، هم توأم وأطلقوا عليهم التوأم الذهبي عشان صوتهم ذهبي، إنما عجبني كمان أسمائهم الحقيقية، هم اسمهم عمر وأبو بكر، ده أبو بكر اللي على اليمين وعمر اللي على الشمال، عرفت أفرقه لو لخبطوكوا هنتلخبط. ازيك يا أبو بكر؟ الحمد لله دكتور في أفضل حال. أنتوا من 9 سنين وأنتوا يعني اكتشف الموهبة، ماما ما اكتشفتش قبلهم؟ لا ماما اكتشفت حقيقة، ماما كانت هي الدور الأساسي. والله والله يعني ماما كنت اقول لها انا عندي اذاعه بكره، كانوا بينظموا الاذاعه في المدرسه، انا عندي اذاعه بكره، فكان في ابتهاليه اللي بدات تحفظه لي، ابتهال الشيخ عبد الرحيم دودار. قالوا تحب محمد، هي ماما اللي حفظته، هي ماما حفظته لي، كانت تسمعه لي كتير قوي. يا حبيبتي محمد بشر، امسك بقى نبدا على طول بيه. لا ده مش هنبدا بيه. هو حفظتني ابتهال محمد بشر، ده حفظته وبدات اقوله في المدرسه. لما بداته في المدرسه كانت ماما هي الانطلاقه الحقيقيه بجد، اللي بنشكرها واقفه معانا طول طبعاً. الوقت هي وبابا ومساعديننا في كل حاجه، كل خطوه مش احنا اللي بنخطوها، لا ده بابا وماما هم اللي ماشيين الخطوه الصح، هم اللي عملوا كذا وما تعملوش كذا، ما شاء الله. بس بدانا الخطوه مع ماما الحمد لله، وهي حفظتني الابتهال. عمر ما كانش يعرف حاجه عن الابتهال، انا بداته يمكن البدايه بقى الحقيقيه مع مدرس العربي واستاذ محمود الجرحي. يعني انت حفظت لوحدك وعمر لا؟ لا مع عمر ما كانش حافظ الابتهال ده معايا بقى، بس ما كنتش حافظته لسه، بس هو بكر اللي كنت اقعد بقى دندن مع نفسي في الاول. ما انكرش ان عمر صوته احسن مني. بدات بقى احفظ مع نفسي الاول، بعد كده عمر دخل معايا في الموضوع. بس الحمد لله بدانا ان الصوت متطابق والدنيا حلوه، فقلنا ندوس في الموضوع اكتر. انكم توائم ده سهلها لكم ولا صعبها لكم؟ لا سهلها لنا، لان حقيقه لو كل واحد كان دخل في الموضوع لوحده استحاله ينجح، حتى ان هيبقى عادي او هيبقى تقليدي او هياخد مجهود عشان بالظبط، لان نيجي نبص في المجال دلوقتي هتلاقي كتير كتير جدا وشباب كتير عندها نفس الطموح. ولكن في نفس الوقت اما يكون توأم، وحتى اطلقنا على نفسنا ان في خطه احنا ماشيين عليها، اول توأم قراء ومنشدين في مصر، التوأم الذهبي ابو بكر عمر، اول توأم منشدين وقراء في مصر، دي الخطه اللي احنا ماشيين عليها وبنتفق ان احنا مثلا نبقى ماشيين عليها. بس فضلنا ماشيين على نفس النهج ده طول السنه وطول السنين اللي جايه هنفضل نوصل باذن الله، لان صعب لما نيجي نبص في السنين اللي فاتت استحاله نلاقي ان مثلا في 2 شبه بعض بيمشين على نفس الخطه. ما شاء الله. طيب وعمر بقى انت ليه تاخرت معانا اخوك شويه؟ يعني في ايه؟ في موضوع الحفظ والانشاد ولا؟ هو كان بكر كان دايما قريب من والدتي، وكان دايما من صغره بيعشق الشيخ عبد الرحيم دودار في الاذاعه، فكان ابو بكر منصت شويه لاذاعه القران الكريم، فكان دايما مع والدي عنده اهتماميه البرنامج الجاي في الاذاعه في اذاعه القران ايه؟ طيب بريد الاسلام هيبدا امتى؟ مهتم الشيخ محمد رفعت هيبدا امتى؟ ما شاء الله. ومن بعدها والدي بدا ان هو اصلا يحببنا في اذاعه. انتوا اصلا يعني من مستمعي القران الكريم، ودي مفتوحه في بيتكم على 24 ساعه الاذاعه موجوده في البيت، فهي دي الدعم الاساسي والاول طبعاً. المحبب للانشاد الديني هو اذاعه القران الكريم طبعا، فمولودين بتسمعوها 24 ساعه، فخلاص دخلت قلوبكم بقى. هو السمع اهم حاجه. عايز تعلم ابنك. طب والحنجره الذهبيه دي جت منين؟ يعني وارثينها من حد ولا لا؟ لا لا لا
في العيلة كده. في العيلة ما فيش حد في العيلة صوته كده خالص. ولا من ناحية والدتي ولا من ناحية والدي. بس انتوا شوفوا منشدين بس شكلكم شقي انتوا الاثنين كده. يعني ايه شكلهم كده ايه مش يعني ممكن لان احنا مش ازهر, احنا مش تبع الازهر, ويشرفنا طبعا ان احنا كنا نبقى تبع الازهر الشريف. احنا عام دراسه عاديه عام, انما بقيه المنشدين ممكن تلاقي المنشدين 90% من المنشدين ازهري. صحيح. فبيبقى برسمياته بيثقل طبعا ده بالدراسه بالزبط. بس انتوا لقيتوا صعوبه بقى بما انكم مش ازهريين, لقيتوا صعوبه في الحفظ وفي اللغه وفي لا نهائي. احنا بدانا يعني في البدايه خالص كنا بدانا من المدرسه, كانت الخطه في المدرسه كان استاذ محمود الجرحي. هو بدايه الاكتشاف. كنا بنبقى في حصه اللغه العربيه وكان يبقى في نص مقرر مثلا او تلاوه قرانيه, فكان بيختار حد فينا احنا الاثنين يقوله. فيما بعد كانت اول مناسبه كانت برضه مناسبه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم, كان هو واستاذه اسماء حسن اختارونا ان احنا نطلع في اول اذاعه مدرسيه كانت ليا انا وابو بكر, وكانت بمناسبه ميلاد النبي صلى الله عليه وسلم, وتقريبا وقتها هو صورنا ونزلنا, فبدانا اكتر ان احنا نشد للموضوع. الموضوع ده كان في بدايه 9 سنين. من بعدها والدي ووالدتي بداوا يهتموا بالموضوع, صوروا ونزلوا على السوشيال ميديا, بس كانت في نطاق عندنا القريه والقرى المجاوره. انتوا لسه تامين 18 سنه شهر 9 لسه 9. طازه يعني كنتوا لسه تامين 18 سنه. طب ما تسمعونا حاجه بقى كده ونصلي على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. هنبدا ميلاد طه اكرم الاعياد. يلا بينا. والحبيب الذي ترجى شفاعته في كل هول من الأهوال مقتحم, فاق النبيين في خلق وفي خلق, ولم يدانوه في كرم ولا علم. ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. ميلاد طه أكرم الأعياد وبشير كل الخير والإسعاد. يا أفضل الرسل الكرام جميعهم أنت الشفيع لنا في يوم معادي, فضياك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون بالميلاد. فضياك عم المشرقين بنوره منذ استنار الكون حقاً. كنت تخلو عابدا ربا كريما واسع الإمداد, وأتاك جبريل الأمين مبلغا قرآن ربك داعيا لرشادي. صوتك حلو. صوت عمر احلى.
صوت ابو بكر صوتك حلو. انا عماله اقول انا صوتي صحيح مش حلو؟ لا صوتك جميل ما شاء الله. انتوا بتقووا الحنجره وبتعملوا تدريبات يعني ولا كده بتعملوا ايه؟ تدريب. اصل في ناس بتجيب حد يدربهم. انتوا بتجيبوا حد يدربكم؟ لا احنا درسنا في مدرسه الانشاد الديني تابعه لنقابه المن الموسيقيه. جميل. ودي نقابه فرعيه، هي نقابه الانشاد الديني نقابه فرعيه وبيسعوا ان هي تبقى نقابه مستقله دلوقتي بقياده الشيخ محمود ياسين التهامي. التهامي صحيح. ودرس فيها ما شاء الله، كان بيدرس فيها عمالقه زي الشيخ. قابلته التهامي؟ قابلته. ايوه هو كان دفعتنا استاذنا وكان بنتدرب تحت ايده تحت الشيخ محمود. جميل. دفعتنا كانت مكونه من 90 ما شاء الله شاب، وهو دلوقتي ماشيين في الدفعه ال 15 تقريبا، وبداوا من الدفعه الواحد تقريبا من سنه 2000 و2010 او من 2009 وكورس الانشاد ده بدا شغال ما شاء الله. وفي ناس كتير، الشيخ محمود ياسين مقسم عامل دراسه اكاديميه في النقابه، بيدرس في قصر تبع وزاره الثقافه، تبع وزاره الثقافه في السيده زينب، اسمه قصر الامير طاز. أيوة. قصر الامير طاز فيه نظام يعني الدفعه بتنتهي بيتم عمل اختبارات فيها وبيتم تصعيد شباب لمنتخب الانشاد الديني. في منتخب للانشاد الديني في مصر؟ في كورال كتير مع الشيخ محمود. ما شاء الله. ولكن احنا شرفنا اكيد ان احنا نضم للكورال، بس احنا حبينا ناخد الفكره ان احنا نبقى مستقلين. أيوة. عملنا انتوا كمان شكلكم مميز. بالظبط بالظبط. وعاملين زي تيم كده او فرقه كده على من صغير. بنساعد بعض. أيوة. فحلوه. طب انتوا اشتركتوا في اي حاجات رسمي او اغاني او حفلات او كده؟ احنا بدأنا خالص الحفلات والحاجات ديت، بنعمل حفلات للكرة، حفلات تكريم كبيرة بنحضر فيها، حفلات حافظ القرآن الكريم بتبقى كبيرة، أعداد رهيبة في الأرياف بيبقى طبعًا. ما شاء الله في أعداد رهيبة بتتم طبعًا. فبنحضر فيها في البلد عندنا الجمهور الحقيقي اللي على الأرض بتشوفوه. بالظبط هم دول الناس السميعة. يعني ده اللي حابب سميع. يحب يستمع للإنشاد والإبتهالات والقراء. أخرها كان امبارح عندنا في البلد كنا عاملين حفلة أمسية دينية في مسجد عندنا، مسجد التوحيد، كانت حفلة رهيبة. يعني بيبقى معاكوا آلات موسيقية ولا لا؟ لا, لا. المسجد مش 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 مستحب، ده المفروض قطعا ان انا استخدم آلة موسيقية في المسجد. لا يعني عملتوا حفلات بآلات موسيقية قبل كده ولا لسه؟ احنا انشدنا بإيقاع عادي. إيقاع. انشدنا حاجات كتير بإيقاع. ولكن لينا كليبات بآلات موسيقية. عملنا المسكوفاح يا إمام الرسل، وفي انشوده لاول مره هتتذاع كمان باذن الله الاسبوع الجاي صلى الله على طه، وممكن نقولها الانشوده الجايه. هنقولها الانشوده الجايه باذن الله خلال اسبوع هتتذاع على صفحه الطقم. طب مين اللي بيختار لكم الانشوده او الابتهال اللي انتوا هتحفظوه وتقولوه؟ هو بيبقى بالتنسيق مع والدي، يعني مثلا الكلمات اللي احنا بنحب ننشدها. ماما وبابا فريق لوحده يعني في وراء الكواليس كل حاجه. كل حاجه هم اللي بينظموا. بيبقى في اختلاف شويه، والدتي انا عايزاكم تنشدوا دي، والدي انا عايزكم تنشدوا دي. مين بيكتب في الاخر؟ بابا. ماشي. فبنقترح يعني بنبقى بجنب اجتماع الاراء. هو بيجيبها منين يعني؟ بيسمعها احنا بنسمعها له يعني. بنبقى قدامه فبنتجمع. بابا احنا دي عايزين نقولها. طيب سمعوني. فبنسمعه. جميله. طيب روحوا سجلوها الاسبوع الجاي. فبنسجل. بتسجلوها بقى في استوديو ولا بتسجلوها استوديو؟ احنا حاليا مع استوديو النابغه الزهراء لايق. فريق في استوديو اسمه نفحات. تابع. بتروحوا تسجلوا بروفيشنال بقى. ايوه احنا سواء الزهراء ما شاء الله اللي كانت في حفله سياده الرئيس. ومعانا محمود هلال منشد الشارقه، هي اقوى مسابقه انشاد على مستوى العالم، خدها سنه 2016 ما شاء الله. وما شاء الله احنا حاليا دلوقتي استاذنا يبقى محمود هلال وقدوتنا محمود هلال، لانه ما شاء الله هو من ابرز الناس في الانشاد على مستوى الجمهوريه حاليا والوطن العربي في الفتره دي حاليا هو محمود هلال. بنرسمها بقى في خيالنا وبنروح نطبقها على ارض الواقع. طيب هنطلع فاصل ونرجع على الانشوده اللي هتقولوها لنا اسمها ايه؟ صلى الله على طه خير الخلق وصلي وسلم وبارك على سيدنا محمد. بعد الفاصل. كل القلوب إلى الحبيب تميل، كل القلوب إلى الحبيب تميل، ومعي بهذا شاهد ودليل. أما الدليل
أما الدليل أما الدليل إذا ذكرت محمدا أما الدليل إذا ذكرت محمدا صارت دموع العاشقين تسيل صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها يوم الحشر لنا يشفع عند الله لنا ينفع رب العرش به يدفع كرب الخلق وبلواها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها صلى الله على طه خير الخلق وأحلاها خير الخلق هو الهادي نور الكون به بادي عم الناس بإرشادي أزكى صلاة صلاها يا رسول الله يا سندي الله الله أنت المقصود ومعتمد كل الأبواب لقد غلقت الله الله إلا باب الأحد الصمد يا رسول الله توالانا الله الله أدخلنا لساحة مولانا ما رأت عين ولا سترى الله الله مثل طه في الورى في الورى بشرا حبايبي ربنا يحفظكم كده قولوا لي انتوا يعني في حد معين ده قدوتكم من القدام كتير مين بقى العمالقه الشيخ وده اللي بنجتمع عليه انا وبكر يعني دي الميزه اللي احنا مجتمعين عليهم بدايتهم الشيخ محمد عمران والشيخ سعيد حافظ نصر الدين طوبار الشيخ النقشبندي الشيخ عبد الرحيم ده ربنا يمد في عمره فدول والشيخ علي محمود ده من القدام جدا والشيخ يوسف كامل بهتيمي طب انتوا قلتوا لي انتوا في انشاد وابتهالات وفي قراءه قران انتوا ختمين احنا دي مش هن يعني مش هنقولها النهارده في الحلقه لكن انتوا ختمين القران وبتقراوا لا لسه مستمرين في حفظ القران لسه في حفظ القران انما دي حاطينها في الخطه اكيد والقران فوق كل حاجه بقول لك علموا اولادكم القران والقران سيعلمهم كل شيء ما شاء الله يا حبايبي ربنا يحميكم يا رب انما يعني ماشيين مع الاثنين ايه بتوازي الحمد لله احنا القران يعني احنا سميعه جدا لكبار القران خطتكم في القران ايه هتسجلوا مثلا المصحف عايزين تعملوا ايه نعمل تلاوات بس هو مش القران يعني ما ينفعش يبقى في تلاوه مشتركه فاهماني صحيح اللي هو ما ينفعش اطلع مثلا زي الانشوده واقول انا مثلا ايه وبكره ايه لا احنا حابين ان كل واحد يبقى بطريقته طبعا وعلى نهج الشيخ اللي بيحب يسمع بس انتوا الاثنين ماشيين مع بعض في القران بالظبط سمع للشيخ الحصري والشيخ مصطفى اسماعيل واحنا عارفين يعني في ذات القران الكريم عارف ان الختمه الجايه دي بتاعت الشيخ مين والشيخ مين والدي اصلا قبل ما الختمه تنتهي الشيخ الجاي هيبقى كذا ما شاء الله الختمه الجايه هتبدا بكذا ما شاء الله فهو مهتم وممكن نجادل بعض يعني مثلا يكون حد بيتكلم في امسيه فنقول مثلا ده الدكتور احمد عمر هاشم والدي يقول لا ده كذا ده كذا انا عارف ده مين كويس وعارف ده مين النهارده وعارف مواعيد البرامج بابا وكل محب محب ومهتم انما من ما عندوش وهو صغير يعني نشأ على راديو اذاعه القران الكريم بابا يصحى الصبح على الراديو يبقى صاحي عارف ايه اللي شغال يقول لك كده الساعه كذا ما شاء الله هو يعني ذات القران الكريم الاهم في جمهوريه مصر العربيه هي نمره واحد في المشاهده وعدد المشاهدات يعني طيب انتوا
يعني مقررين في الإنشاد تروحوا ناحية إيه؟ أنتوا ما شاء الله، مين اللي كلمني فيكو؟ مين اللي بعت؟ عمر، 6 شهور. عمر ورايا، فضل ورايا ورايا. حاضر يا عمر، سلمت. حاضر والله، أول مناسبة على طول. لا لا لا، طبعا بنشكر إدارة النهار إن هي أتاحت لنا الفرصة إن إحنا نظهر مع حضرتك، والظهور مع دكتورة دعاء فاروق ده في حد ذاته. الله يخليك يا حبيبي، قصة تانية. ربنا يخليك، هم قد بنتي بالظبط، فحبايبي ولادي. طب سمعوني بقى، عايزين نتمتع كده إيه ونختم بحاجة جميلة. المس كفاح. تمام، المس كفاح. يلا بينا، ادخل يا عمر. المس كفاح في المدينة، قال أهل مكة إيه؟ ده نور سيدنا النبي، يا بخت من صلى عليه. المس كفاح، المس كفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. طول عمري بتمنى أشوفك، الله الله، وانظر جمالك وأبوسك، الله الله. طول عمري بتمنى أشوفك، وانظر جمالك وأبوسك. صبرت نفسي بأحاديثك، وأقول لابد في ليلي أراه. المس كفاح، المس كفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. يا صاحب القبة الخضراء، الله الله، هل علينا بالنظرة، الله الله. يا صاحب القبة الخضراء، هل علينا، هل علينا، هل علينا بالنظرة. هز الهلال يا أبا الزهراء، واعطي لكل محب منى. المس كفاح، المس كفاح، لما ذكرنا رسول الله، والنور لاح، النور لاح، لما حضرنا أبا الزهراء. ست الكريمة بنت الزهرة، الله الله، علي المقام نظرة يا طهرة، الله الله. ست الكريمة بنت الزهرة، علي المقام نظرة يا طهرة. جودي علينا بالنظرة، بجاه جدك رسول الله. أهلا بكم مشاهدينا مرة تانية، وفي رحاب الاحتفال والاحتفاء بمولد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. الناس يعني معظم الناس بتتجه للصيام كنوع من أنواع يعني إحياء الذكرى، وهناك يعني ناس تانية بتعمل يعني عمل خير في مولد النبوي الشريف كنوع أيضا من أنواع إحياء ذكرى النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا برحب بدكتور عماد عواض، رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية، وعن مولد النبوي الشريف، قيمة فعل الخير وقيمة إحياء هذه الذكرى بأفعال الخير. بص، هو دايما إحنا بنقول للناس عايزين نحتفل بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، إن إحنا نحيي أوامره ونواهيه، إن إحنا نقتدي به. تخيلي
في الشهر ده اللي اتولد فيه سيدنا النبي. تخيلي الأمة المسلمة 1,400,000,000 بني آدم هينفذوا تعاليم سيدنا النبي شهر واحد بس. هل هنجد في العالم مسلم بقى وغير مسلم هنلاقي فيه فقير؟ مستحيل. لأن سيدنا النبي وصى على كل الناس، على الإنسان، وصى على الحيوان، مش على قد المسلمين بس. تخيلي إن مش هنسمع إن في قضايا ولا في طلاق ولا في مشاكل أسرية ولا في حد بيضرب مراته ولا سرقة ولا رشوة ولا شهر واحد بس. تخيلي لو نفذنا ده واحتفلنا احتفال صح بمولد سيدنا النبي، إن احنا نقتضي به وإن احنا ننفذ أوامره ونجتنب نواهيه. سيدنا النبي لو أخذنا حديث واحد بس من أحاديثه وطبقناها تطبيق عملي على أنفسنا بنية احتفالنا بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم، هنضمن إن احنا يوم القيامة نقف وراه. لما سيدنا النبي قال إيه؟ الساعي على الأرملة والمسكين كالمجاهد في سبيل الله أو كالصائم لا يفطر أو كالقائم لا يفطر. شوف لو سعينا على الأرامل والمساكين اللي هم الأيتام والفقراء، تمام؟ يبقى الأرامل مش هيبقى في أرملة في مصر إلا ولها كفيل، ولا هيبقى في فقير ولا مسكين ولا يتيم إلا ولي كفيل. تخيلوا لو عملنا ده إيه اللي هيحصل؟ اللي هينفذ ده يعني ربنا بيكتبه عنده مجاهد في سبيل الله العمر كله. خلاص يعني لما ربنا ينادي على المجاهدين يوم القيامة تلاقيك خارج معهم رغم أنت ما جهدتش. إنما أنت عشان برضو حتة الجهاد، ليه سيدنا النبي قال الجهاد كالمجاهد في سبيل الله؟ أصعب حاجة في الدنيا إنك تحط إيدك في جيبك وتطلع فلوس دورية كل شهر لناس ممكن تكون أنت ما تعرفهاش، وبالتالي أنت في يقينك إن مش راجعة تاني. دي من باب الخسارة يعني. فكونك تعمل ده إن أنت جهدت نفسك قوي وانتصرت عليه. وأصعب جهاد مش قتال الأعداء إنما هو جهاد النفس. أصعب جهاد إنك تجاهد نفسك. لو انتصرت على نفسك هتعبد ربنا صح. لو انتصرت على نفسك هتقتضي برسول الله صح. لو انتصرت على نفسك مش هتسيب فقير إلا وتقف معاه، وهتلاقينا متسامحين ولا هيبقى في قضايا ولا نحتاج بقى محاكم. خلاص ما الناس كلها جهدت نفسها، خلاص ما عادش حد هيسرق حد ولا يضرب حد ولا يقتل حد ولا يظلم حد. إنما احنا مشكلتنا إن احنا بنركز نجاهد الناس وننسين نفسنا. دايما ننقض الناس وننسى ننقض نفسنا. طالبين من الناس المثالية واحنا ما فيش فينا ريحة المثالية. فلذلك بقول لكل الناس اللي بتشوفنا تعالوا نقول أهلا بك يا رسول الله بيننا. تعالوا نتخيل كده في بلاد سيدنا النبي إن سيدنا النبي عايش بينا دلوقتي. أيوه. يا بوي ده هيبقى حالنا؟ وهو شايفنا كويس وسمعنا كويس. ليه احنا مش مؤمنين بكده؟ فيا جماعه عايزين نحتفل احتفال صح تفتخر بيه الملائكه. مش هنجيب شويه حلويات نوزعهم والله اعلم ما الفلوس بتاعت الحلويات جايه منين. ما ينفعش. ويعني حتى لو وزعوا حلاوه على الغلاوه دي حاجه حلوه برضه مش وحشه. انما يعني فكره انه لازم نحط في 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 الحسبان انه في ناس مش ما بتاكلش حلاوه زينا، انه في ناس ما بتاكلش اصلا زينا، انه في ناس مش لابسه زي ولادنا، انه في ناس مش عايشه في بيوت زي بيوتنا. فلازم دي تبقى محطوطه في الحسبان، وانه دايما الناس يعني مع ولادها ومع بيوتها ومع اكلها ومع شربها في ناس تانية. كل سنه في مجموعه كده من المتبرعين يجوا في مولد سيدنا النبي ويقول لك احنا عايزين نعمل بير نشترك فيه باسم سيدنا النبي محمد معايا. منه يبقى احنا نفذنا امر من اوامره اللي هي افضل الصدقات سقي الماء، ومنه ان احنا بنتصدق على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم رغم انه مش محتاج مننا صدقه الا انهم بيقول لك يعني عشان يجي شفيع لينا يوم القيامه. ماشي، خطوه كويسه، بدانا نفيد الناس. هل ممكن النهارده بقى اقتداء بمولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم نتصل على جمعيه البر والتقوى ونقول لهم الحالات الفقيره اللي في الاماكن النائيه ممكن نبعت لها حلويات؟ معايا؟ ايوه. الاماكن النائيه ممكن تشوفوا لنا 10 اسقف نعملهم بمناسبه مولد سيدنا النبي؟ ممكن نعمل محطه بمناسبه سيدنا النبي في الاماكن النائيه؟ ممكن نشوف مسجد من المساجد المتضرره في شمال سيناء في الشيخ زويد ورفح ونعمله احتفالا بمولد سيدنا النبي؟ ممكن. هو ده الكلام اللي يعجب سيدنا النبي. أيوة. صلى الله عليه وسلم عليه افضل الصلاه والسلام. فرجاء
يا أمة النبي صلى الله عليه وسلم ارجعوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم واقتضوا به. وأعظم شيء كان كلنا بنحاول نعمل زي سيدنا النبي فيه وهو الإنفاق في سبيل الله. كان لا يوقد لا توقد نار في بيته ثلاثة أيام متتالية. ده كانش بيطبخ أكل في بيته من شدة الفقر الشديد، رغم أنه كان بيجيله كتير لأنه كان بيخرجه الفقراء والمساكين، كان بيفضل الفقير على نفسه. وكان بيربط على بطنه حجر من شدة الجوع بأبي هو أمي صلى الله عليه وسلم، رغم أن سيدنا جبريل نزل إليه وخيره، أتكون نبيا مع المساكين أم تكون غنيا ونعطيك مثل جبل أحد ذهب؟ إيه ده؟ تبقى ملك عندك جبل ذهب ولا تبقى نبي مع المساكين؟ قال له أنا عايز أبقى مع المساكين. وزي دايما يقول اللهم احشرني مع المساكين، اللهم حببني في المساكين. فدايما احرصوا على الدعاء ده، اللهم احشرنا مع المساكين وحببنا في المساكين. وعشان تبقى مع الناس ديت اغدق عليهم وتكفل بيهم وساعدهم. هو ربنا سترك وأفكارهم، مش معنى أن سترك أنك عملت حسنة كبيرة قوي فعشان كده بيكرمك بسبب، لا، ولا هم اتفقروا عشان عملوا ذنب كبير جدا فعشان كده أفقرهم، لا، ده ممكن يكون أنت اللي كنت فقير وهم اللي يبقوا مستورين. فأرجوك يا جماعة تعالوا نعيش مع بعض ذكرى مولد سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بأفعاله، فنقتضي بالأفعال ونأخذ من الأقوال فنسقطها على أنفسنا. طيب النبي عليه أفضل الصلاة والسلام طبعا وصى باليتامى ووصى بال يعني بالذات اليتامى، وقال أنا وكاف اليتيم كهتين في الجنة. وهنا ممكن ندخل مدخل اللي هو مساعدة طلاب العلم أو الطلبة. أعتقد أنه في منهم كتير من الـ الأسر اللي ملهاش عائل حقيقي، يعني ممكن يبقى يتيم الأب سواء هو أبوه عايش أو ميت، لأنه أحيانا الأب بيبقى عايش مثلا ومطلق أمه مش موجود، أحيانا يبقى لا حول لي ولا قوة، فممكن تندرج تحت هذا الحديث. هو كل عمل خير تقضى بسيدنا النبي صلى الله عليه وسلم سواء كان يتيم أو فقير، ودي أعظم حاجة كان بيحبها سيدنا النبي. ولما قال أحب الناس إلى الله أنفعهم للناس، كل الناس تبقى تنفع كل الناس. إحنا الوقت في موسم الدراسة كنا عاملين مبادرة اللي هي كسوة وكفالة 3000 طفل. احنا للأسف كل اللي قدرنا نكسيهم في الفترة دي 2000 طفل. طيب لسه في طلبة كتير هتسرح المدرسة بزيها القديم او زي مقطع شكلهم مش كويس وشكلنا احنا كمان مش كويس. ما تيجوا بقى في فرصة احتفالنا بمولد سيدنا النبي ان احنا نكسي بقية الألف طفل اللي لسه موجودين دول من 3000. هندخل على مصاريف المدارس. طبعا الدولة بتتكفل بالطفل اليتيم في مصاريف المدارس، والطفل اللي هو أبوه وأمه بيصرفوا من تكافل وكرامة. طب إحنا بقى الباقي بقى من الفقراء اللي هم مندرجوش تحت تكافل وكرامة ولا بياخدوا معاش. هل أنتوا بتغطوا الجمهورية كلها في موضوع المدارس؟ إحنا بنشتغل من الأقصر وجاي مسقطين أسوان يعني مننا الفترة دي. تمام. فطبعا مشكلة، العدد كبير جدا. لا يعني حضرتك رحتوا اللي هو الواحات، الحمد لله من شمال سينا لغاية الحلب، الحاجات دي هل بتغطوا كفالة طلاب العلم كل هذه المناطق؟ بنطلب من مندبنا حسب تبرعات المحسنين. يعني مثلا جالنا مصاريف مثلا بتاع مصاريف طلبة مثلا تعمل حوالي 2000 طفل مثلا يعني. فبننتقي ألف الحالة ألف الأول على مستوى الجمهورية. تمام. وبعد كده ندخل في الحلبة. لكن 2000 طفل دي ده قريتين يا دوبك معايا مثلا يعني. حسب ما المبلغ التبرع بيجي بنبتدي نكلم المناديب بتوعنا ناخد الأفقر فالأفقر. وممكن يكون الأفقر الأشد فقرا متجمعين في مثلا في محافظة الأقصر أو في الواحات، ما بين الواحات والأقصر، فنكتفي بيهم وخلاص. ليه؟ ما هو في طالب انت دخلت مدرسة مش هينفع تاخد طايفة ألف تاخد منها جزء وتسيب الباقي. ليه؟ العيال مكسورة خلقة. أيوة. وبعدين في مدارس بتربط الكتب بالمصاريف رغم ان الوزير منع كده، لان في مدراء ما لهمش دعوه بالقصه دي. تمام. بيقول لك لا هات لي ما يثبت انك دفعت. يا جماعه بيقول لك ماليش دعوه مش هعطي كتب. تمام. ففي الفتره دي بينهم ما بيراعيش نفسيه الطفل. اللي هو بكسور شايف ابن المستور والغني اخذ كتبه وانا لا. تمام. فدي بتعمل له حساسيه والاولاد بيتنمروا على بعض. بصوا يا جماعه تخيلوا كده واحنا متوفين وولادكم رايحين المدرسه وما اخدوش كتب.
تخيل كده انت شايفه من القبر هناك، احساسك بيبقى ايه؟ احساس ابنك هيبقى ازاي؟ فلذلك ارجوكوا ارجوكوا احتفال سيدنا النبي لازم أن يكون عمل مش كلام. تمام، طيب خلينا نروح نشوف تقرير ونرجع نكمل حلقتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لما سيدنا إبراهيم الخليل ترك زوجته السيدة هاجر وولدها إسماعيل بواد غير ذي زرع، لا زرع ولا ضر ولا حسيس ولا أنيس، السيدة هاجر قالت لزوجها: الله أمرك بهذا؟ قال: نعم. قالت: إذا لا يضيعنا. ولما اشتد بها وبولدها العطش أخرج الله عز وجل لها ماء زمزم. هل رأيت فرحتها عندما رأت الماء؟ تقدر بإذن الله رب العالمين ترى مثل هذه الفرحة لما تشارك جمعية البر والتقوى في مبادرة حفر 10,000 بئر. ساهم مع جمعية البر والتقوى في حفر بئر تسبب فرحة الناس، واللي هيفرح الناس ربنا هيفرحه. دي الندين ما يعرفش الزعل، اللي يفرح الناس ربنا يفرحه، اللي يستر الناس ربنا يستره، اللي ييسر على الناس أمورهم ييسر الله له أمره. من فرج كربة فرج الله عنه كربة من كرب الدنيا والآخرة. انت لما بتحفر بير لأناس انت بتنقذهم، ربنا هينقذك وينقذ أولادك، انت تكاد تكون بتحييهم. ومن أحياها فكأنما أحيا الناس جميعا. اسمح لي، أنا خايف عليك، خايف تكون ممن قال النبي صلى الله عليه وسلم فيهم: ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولا ينظر إليهم. ذكر من الثلاثة رجل منع فضل ماء عنده، فيوم القيامة ربنا يمنع عنه ماءه ويقول له: اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يداك. تسقي الناس ربنا يسقيك في الدنيا والآخرة، تروي عطش الناس ربنا يروي عطشك في الدنيا وفي الآخرة. عشان كده من أبواب الجنة باب الريان، يدخل منه الصائمون ومن سقى العطشان. بادر بالمشاركة مع جمعية البر والتقوى في حفر بئر من 10,000 بئر، مبادرة عظيمة. زكاتك وصدقاتك وصدقتك الجارية مع جمعية البر والتقوى. وصلنا لفين بقى في الآبار؟ والله ومحطات التحلية. محطات التحلية الوقت احنا الحمد لله في الثلاثينات، يعني في 7 محطات الوقت تحت الإنشاء. أنا وشك نفتتحهم إن شاء الله. الأبار ما شاء الله في كمية كبيرة بتتعمل من الأبار، لكن أنا لازلت بقول لكل الناس إن الألف ب في التصدق بالمياه المحطة للشرب، ويليه البير. البير لازم أشتغل عليه فترة كبيرة جدا لغاية ما أقدر أوفي كل القرى محطات. تمام، إحنا عملنا سيرش كده على نزلنا بوست كده الأماكن اللي محتاجة مية شرب ومية عندها مش كويسة وعايزة محطات تبلغونا. عايز أقولك احنا جالنا 283 طلب في أنحاء الجمهورية. 283 طلب مكان بتحليل أماكن. دول اللي عرفوا ده اللي وصلهم البوست. فطبعا كانت مفاجأة بالنسبة لنا. معايا في جميع أنحاء، يعني في ناس عندها مية شرب فعلا واصلة لها بس مش ايه مش بس كويسة. الميه بتقطع كتير، ماسوره في اصلاحات وكلام من ده، والمواسير بتتكسر وعلى ما بيصلحوها والكلام من ده الناس بتتعب، فعايزين حاجه ثابته. تمام، تبقى ايه موجود. وفي اماكن ما فيهاش ميه بقى خالص. تمام، وفي بعض المحطات من اللي احنا عاملينها، احنا بدانا نوصل من الابار ميه مباشره للبيوت. من ابار الميه بتاعتنا. المفاجاه ان انا لقيت بعض المحطات بتاعتنا اللي احنا عاملينها بدا الاهالي يوصلوا منها ميه مباشره على البيوت. معايا؟
طب يا جماعه انت بتاخد الوقت من الماسوره والماسوره ما طلعتش على الاجهزه. قال لك ماشي انا عايز اخد انا للبيت وابقاش واروح المحطه املى منها بس جيركن اشرب منها. بجد الابار والمحطات بتحل مشاكل رهيبه. بص ما حدش في الدنيا يقدر يعيش من غير ميه. يعني بص اصحاب الناس اللي ساكنه في المدن والقرى امهات القرى القرى الرئيسيه لو الميه قطعت ربع ساعه ونص ساعه بيقلب الدنيا. فبالك بقى بالاماكن اللي ما فيش فيها ميه. الناس ديت عايشه ازاي انا مش عارف. تمام؟ يعني كان في متبرع شركه من الشركات عايزه تعمل من المشاركه المجتمعيه بتاعتها محطه ميه. فمدير الشركه قال لي حدد لي مكان، حددت له مكان في الاسماعيليه عشان يبقى قريب له يعني. ورحت قابلته ومشينا. قال انا عايز الف المنطقه بالكامل. قلت له طب عشان الف المنطقه بالكامل دي كلها عزب خلينا ناخد ايه ناخدها مثلا اربع جوانب كده نقسمها على اربعه ونمشي. تحركنا كله كان في 11 كيلو. 11 كيلو هو بيبص على عداد العربيه مفيش ميه. قال الابار بتاعتنا يعني لاحظ كتير ان في كميه ابار كبيره بتاعت البر والطاقه. المهم نسال بتجيبوا ميه شرب منين؟ هو عايز يسمع الناس بتجيب ميه الشرب من البير. يقولوا والله احنا بنروح نملى من 15 كيلو. خلاص؟ المهم قال انا عايز اشوف بقى المحطه اللي بيروح يملوا منها دي بتاعتنا برضه. قلت له تعالى احنا رحنا هناك زحام رهيب عربيات وناس واقفه تملى وناس بتشاكل. فانا وقفت كده مش عارفين ندخل عايز ادخل افتح الباب وادخله افرجه على المحطه من جوه. فالمهم بيقول لهم امال هم الناس دي جايه منين؟ قلت له ما هي دي جايه من القرى المحيطه للمحطه دي. حضرتك منين؟ ده من قريه كذا. وانت بدا هو اللي يسال الناس ويتكلم معاهم انتوا ليه بتيجوا تاخدوا ميه من هنا؟ عشان ما عندناش ميه. طيب انتوا يعني انت جايب العربيه الربع دي هتشربها كلها؟ لا دي بتاعت العزبه بتاعتنا لان الجمعيه عامله لنا بير هناك بنغسل منه ونستحمى ونتوضى ونسقي الحيوانات منه. انما احنا جايين دي كل واحد كل بيت ليه جيركن معايا. جيركن ميه بقى شرب. جيركن ميه واحد. بقول له انت عارف قبل ما كانوا يعملوا الابار كل بيت كان بيروح بعربيه عشان يملى ميه. الراجل بقى واقف يعني شفت الدمعه في عينه فبقول له مالك؟ قال لي انا مش مصدق اللي انا شايفه. هو ده حقيقه؟ عارف لو انا كنت بعت حد من عندي ويجي قال لي الكلام ده مش هصدقه. ده كويس ان انا اللي جيت. تمام؟ ايه ده؟ هو في بلدنا مصر كده؟ قلت له ايه رغم ان الدوله عامله نهضه شاسعه في حياه كريمه وشغاله البلاد دي لسه ما دخلتش حياه كريمه بس على ما تدخل احنا نلحق ناخد ثواب ونعمل محطات ونشتغل ونسقي الناس. فده نموذج صغير من النماذج اللي موجوده. احنا الحمد لله تخطينا دلوقتي في مبادره الالف بير عاملين حوالي 380 بير اللي هي المبادره الجديده غير ال 5800 بير. ايوه تمام. المحطات ارجو من كل اللي بيشوفونا دلوقتي تعالوا نحتفل بمولد سيدنا النبي وكل مجموعه كده تعمل بير وتسميه بير محمد صلى الله عليه وسلم. ايه الجمال ده؟ هيروح لسيدنا النبي. واما شوف بقى لما انا اجيب لك هديه انت هترد لي الهديه؟ فبالك اللي هيرد لك الهديه هو سيدك النبي لأفضل الصلاة والسلام. إن أعطناك الكوثر فصلي ربك. الكوثر ممكن نشرب من على حوض الكوثر من يد النبي عليه أفضل الصلاة والسلام. أنا بشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور عماد عوض رئيس مجلس إدارة جمعية البر والتقوى المصرية. شكرا لحضراتكم على حسن المتابعة. أشوفكم على خير في الحلقة الجاية بإذن الله.